طلبتنا الأعزاء، تحدثنا في المحاضرة السابقة عن الأسسمنت أوف فاسكولار ديس أوردر. الآن سنتحدث أو نستكمل على الفاسكولار ديس أوردر، وحنتكلم عن النيرسينج بروسيس. هو يعتبر هذا الجزء يعتبر جزء منه أيضا عملي، لذا سيهمنا أيضا في الجزء النظري والجزء العملي. طبعا النيرسينج بروسيس على كل بيشنت أو أي بيشنت بيعاني من فاسكولار ديس أوردر. فأول شيء هيحكي لي على the care of the patient with peripheral arterial insufficiency. الآن كيف إحنا as a nurse ممكن إحنا نعمل care لل peripheral arterial insufficiency اللي عندهم decrease blood flow or decrease arterial blood flow to the peripheral للأطراف. هنشوف الآن إيش ممكن ال most common diagnosis اللي هي ممكن لمريض بيعاني من peripheral arterial insufficiency. أول حاجة نقول ineffective peripheral tissue perfusion، وهذا diagnosis موجود معانا في النادة، فلازم احنا نكون حافظينه، اللي هو ineffective peripheral tissue perfusion، مفيش perfusion واصل بشكل جيد لل peripheral related to compromised circulation، نتيجة انه احتواء اللي هو او خلل في السيركوليشن مش شغالة بشكل جيد، فبالتالي بنقول ان هو عنده المشكلة الرئيسية في الفاسكولار او البريفيرال فاسكولار. ممكن كمان chronic pain related to impaired ability of peripheral vessels، يعني انه بطل في عنده مقدرة انه هذه البريفيرال vessels انها تبدأ تعمل supply للتشو with oxygen، مش قادرة توصل اكسجين بشكل جيد الى منطقة البريفر، فتوصلت انه صار في عنده chronic pain. احنا قلنا انه ممكن يكون عندي ال pain intermittent claudication، لكن لو صار chronic معناته انه هو في ال end stage او في ال severe stage، في مرحلة حرجة وفي مرحلة يعني لابد انه يكون فيها medical management، والا بيكون في عندي complication لل patient. risk for impaired، وهو طبعا التو اول اثنين يعتبروا actual problems، ومن ثم بعد ذلك بيكون عندي potential problems اللي هو risk for impaired skin integrity، لانه نتيجة انه انا ممكن يكون في عندي تغير في السكن كالرز، ويصير عندي pale، وممكن يصير عندي cyanosis، وممكن يبتل السكنز، يصير في عندي ما فيش واصل بلد كويس الها، فبالتالي يكون معرض انه يصير عندي ulceration او pressure ulcer في منطقة السكن، فهو risk for impaired skin integrity related to compromised circulation، نتيجة إن هو احتواء وخلل في الدورة الدموية. deficient knowledge regarding self-care activities، برضو ممكن يكون patient يكون عنده نقص في المعلومات نتيجة إن هو عن اللي هو self-care activities، إنه مش عارف إنه يعمل نشاطات للself-care بحيث إنه يعمل رعاية لنفسه، فهذا معناته إن دور النيرس إنه يعطيله education ويعلم البيشنت معلومات اكثر انه how to care for this disorder، كيف يعمل كير لل peripheral arterial insufficiency. يبقى احنا لما نقول ايش ال priorities ان as a nurse او ال most common priority لنا احنا as a nurse في nursing diagnosis، وهو ال ineffective peripheral tissue perfusion، ومن ثم بعد ذلك يأتي ال chronic pain. في عندي بيقول لي هنا انه البلاننج، يعني اول حاجة اتكلمنا فيها اللي هو الدياجنوزز. احنا اصلا تكلمنا اول المحاضرة اللي فاتت عن الاسسمنت، ثم الان الدياجنوز، ثم الان البلاننج. الميجور جولز انكلود، يعني الهدف الاساسي وكل الجول تبعنا ان احنا نعمل انكريز للارتيريال بلاد سبلاي، واحد فيش عنده بريفرال تيشو بريفيوجن بشكل جيد، فالهدف الاساسي من الكير اللي احنا هنعمله ان احنا نعمل انكريز للارتيريال بلاد سبلاي. بروموشن اوف فازو دايليتيشن، بدنا نحفز ان انا يكون في عندي فازو دايليتيشن كويس، لانه انا عندي فازو كونستريكشن نتيجه انه ما فيش بلاد فلو، ففي فازو كونستريكشن، يبقى لازم اعمل الاكتيفيتيز او النيرسينج انترفنشن اللي بتعملنا فازو دايليتيشن اللي هنعرفها الان. بريفنشن اوف فاسكولار كومبريشن، ان انا امنع انه ما يكونش في عندي اي كومبريشن، يعني هو ما فيش بلاد فلو نروح نعمل كومبريشن على الفاسكولار بزياده، مثلا نعمل انه نعمل مثلا الكروس ليجز، انه كروس ليجز يعني انه يكون عندي رجلين او تو ثاي يكونوا فوق بعض، فبالتالي هذا ممكن يعمل لي كومبريشن على الفاسكولار، فبالتالي احنا لازم نمنع انه يصير عندي اي كومبريشن على الفاسكولار.
ريليف اوف بين اتينمنت اور مينتيننس اوف تيشو انتجريتي، نحافظ على سلامه التيشو او على السكين اند ادهيرنس تو سيلف كير بروجرام، بحيث ان احنا نحافظ ونعلم المريض ان يلتزم ادهيرنس، انه يلتزم بسيلف كير بروجرام، برنامج رعايه ذاتيه، كيف يهتم وكيف يقدر يعمل سيلف كير. هذه كلها النيرسينج، هذا كله شغل نيرسينج، ان احنا كيف نحقق هذا الجول بكل بالانترفنشن اللي احنا بنعملها. يعني لما نقول انكريز ارتيريال بلاد سبلاي، في انترفنشن لازم نعملها، الفازو دايليتيشن في نيرسينج انترفنشنز، وهكذا كل واحدة لها نيرسينج انترفنشنز مختلفة عن الاخرى. تعال نشوف اول واحدة، الجول الاول الا وهو امبروفينج بريفرال ارتيريال سيركوليشن. ايش هي النيرسينج انترفنشنز اللي احنا ممكن نعملها عشان احنا نحسن من البريفرال ارتيريال سيركوليشن، وتبدا يصير لها امبروفمنت، وبالتالي المريض ما يعانيش من اي بين، ما يعانيش من اي كومبليكيشن ممكن تصير نتيجة الديس اوردر اوف بريفرال ارتيريال. بيقول لي اول حاجة الاكسرسايزز اند اكتيفيتيز، ووكينج جريدد ايزومتريك اكسرسايز، يعني ممكن انه البيشنت يعمل اكسرسايز انا عشان احنا نحسن السيركوليشن. طبعا هو اتس ديبند، يعني احنا بنقول انه لو المريض بيعاني من سيفير من بين اثناء الووكينج بنقول له لا ما تعملش اي اكسرسايزز، انما لو البيشنت لو الاي اكسرسايز سلايت اكسرسايز خفيف يعني ووكينج زي المشي وما بيعملش له اي بين، لا احنا بنقول له انه يعمل ووكينج يتمشى جريدد ايزومتريك اكسرسايز، انه يكون جريدد يعني تدريجيا، ويمارس الايزومتريك اكسرسايزز التمارين الهوائيه، ما يعملش اي تمارين ثقيله طبعا زي البادي بيلدينج والى اخره، انما هي الووكينج افضل رياضه، ولكن قلنا على حسب التوليرانس، على حسب التوليرانس كيف البيشنت ممكن يتحمل هذا اللي هو الاكسرسايز او الاكتيفيتي. لكن حكينا تاني انه لو الاكسرسايز بيعمل له بين معناته انه خلاص انه لازم المريض ما يعملش اي اكسرسايز انما يكون بيد ريست. بوزيشننج استراتيجيز، طبعا احنا برضو لازم نكون مراعيين عشان نحسن السيركوليشن، هو البوزيشننج يعني المريض ما يضلوش على طول على السوباين بوزيشن، يروح على الرايت يروح على الليفت على اللاترال، يعمل سيمي فاولر فاولر بوزيشن بون بوزيشن، يغير البوزيشنز بحيث انه يعمل السيركوليشن تتحرك، ما يكون يعني الفكرة انه ما يصيرش في عندي استجنيشن الدم يضل راكد، انما انا يصير في عندي حركة بشكل جيد عشان يصير عندي امبروف للسيركوليشن. elevating the head of the bed sitting position، يعني ممكن احنا بنقول نرفع رأس اللي هو الرأس السرير اللي هو نحطه على sitting position في حالات ال arterial insufficiency، يعني لو كان في عندي arterial insufficiency ان احنا نحطه على ال sitting position. ال temperature effect of heat and cold، برضه لازم نكون عارفين ان ال temperature نكون عارفين ايش تأثير الهيت اند كولد، يعني ما اروحش احط له على البريفيرال اكستريميتيز او على على البريفيرال ارتيريال سيركوليشن، احط له حاجه هيت عاليه او حاجه فيري كولد بحيث ان تروح تقلل او تأثر على السيركوليشن. لازم نحافظ انه يكون عندي نورمال تمبريتشر للبيشنت، يعني ما ينفعش ان هو اروح نحط له تمبريتشر عاليه، لان ما ينفعش كمان انا اروح احط له التمبريتشر تكون واطي، لانه لو كان عندي كولد حطينا له حاجه كولد هيعمل لي فازو كونستريكشن، والفازو كونستريكشن هيقلل من البلاد سبلاي، فبالتالي انا لازم اعمل افويد للكولد. الكولد لازم نتجنبه بشكل كامل عشان نحافظ على انه يصير في عندي فازو دايليتيشن ونمنع الفازو كونستريكشن. والتمبريتشر كذلك لازم not exceed body temperature، يعني لو احنا بدنا نحط له مثلا نقول له نحط له حاجة warm، لأنه ال warm أو ال heat تعمل vasodilatation، ولكن ال warm أو ال heat ممنوع تزيد درجة الحرارة أكثر من حرارة الجسم، وإلا لو احنا بنحط له على حرارة عالية بحيث ان احنا بنقول انه كل ما زادت التمبريتشر كل ما كان عندي vasodilatation أكثر، لا اي نعم ان الهيت والهوت بيعمل فازو دايليتيشن لكن مش اعلى من البادي تمبريتشر، والا لو احنا حطيناها اعلى من البادي تمبريتشر يعني زودنا الهيت هيزيد عند الميتابوليك ريت، وبالتالي هيزيد النيد اوف اوكسجين، احتياجه للاكسجين اكتر، بالتالي هيصير انا عندي بروبلمز ممكن يدخل في بعض الكومبليكيشن. سموكينج سيسيشن
لازم يقلع عن التدخين، لأنه حكينا في المحاضرة السابقة أن السموكينج بيحتوي على النيكوتين، النيكوتين بيعمل فازوسبازم وبيزود البلاد فيسكوزيتي. ستريس ريدكشن برضه لازم نقلل الستريس زي ما حكينا في الايموشنال ابسيت، لانه الستريس بيزود من هرمون الادرينالين اللي هو بدوره بيعمل فازو كونستريكشن او بريفرال فازو كونستريكشن. كمان غير هيك انه الستريس بيعمل على ستيميليشن ستيميليت اللي هو الباراسمباثيتك نيرفس سيستم، والباراسمباثيتك برضه بدوره لو صار له ستيميليشن هيعمل لي فازو كونستريكشن. في عندي حاجة اسمها بيرجر الين اكسرسايزز، يعني هذا عبارة عن تمارين احنا قلنا من ضمنها ان احنا نعمل اكسرسايزز زي الووكينج. في بعض التمارين اسمه بيرجر الين اكسرسايز، هذا على حسب العلماء اللي اخترعوه سموه بيرجر الين اكسرسايز. كيف هذا البيرجر الين اكسرسايز؟ هذا للناس اللي عندهم ارتيريال انسفيشنسي، بريفرال ارتيريال انسفيشنسي. انا بقول لي placing the extremities in three positions، يعني احنا بنحط الاطراف كل اكستريمس على ثلاث وضعيات، كل بوزيشن له تايم معين. يعني البوزيشن الاول the patient lies flat in bed with both legs elevated above the head، يعني بنحطه على flat على supine position بيكون المريض، وبنخلي انه الليجز تبعته البوث ليجز مرتفعات elevated عن الهارت من 2 لمدة 2 to 3 times 2 to 3 minutes، يعني بضل بنام عادي على السوباين بيرفع رجليه على حاجة عالية بيكون بمدة 2 دقيقتين إلى 3 دقائق. هذا البوزيشن الأول. البوزيشن الثاني بيكون على sitting on the edge of the bed، يعني بيكون قاعد على حافة السرير with legs relaxed، يعني قاعد على حافة البيد ورجليه ريلاكست، يعني عادي يعني بنسميهم درولينج او ريلاكست، يعني فيهن ارتخاء اند ديبندنت، يعني هو خلاص يعني ديبندنت يعني هو اللي بيقدر يحركهم ويتحكم فيهم، ولكن بيكونوا ريلاكست مرتخيين على طرف البيد. The patient exercise the feet and toes، بيبدأ يعمل اكسرسايز لمين؟ للفيت، للأصابع، الأقدام، للأقدام، للقدم نفسه، بده يحرك القدم الفيت والتوز الأصابع، بينزل بيعملها upward وداونward وانward واوتward، يعني بينزل الفيت لتحت وبرفع الفيت لفوق، بيودي الفيت على اليمين ويودي الفيت على الشمال وإلى آخره، يعني بيحرك الفيت والتوز وهو في وضع إنه بيكون عندي ريلاكس وهو قاعد على الإيدج أوف ذا بيل، وهو بيستمر فيها لمدة 3 minutes. البوزيشن الثالث انه البيشنت بيكون فلات with legs at the same level as the same او as the heart for about 5 minutes، يعني بيضلوا على السوباين بوزيشن ما فيش اي حاجه elevated، وبيضلوا على السوباين بوزيشن علشان انه يصير عندي بيد ريست ويرتاح شوي، فهي بتكون لمده 5 minutes. هذا الاكسرسايز سيريس از performed 6 times to 4 تايمز دي، يعني الاصل انه البيشنت يعمله من 4 إلى 6 مرات في اليوم، بحيث انه هي بتحسن البريفيرال سيركوليشن. هاي الان بالصوره ممكن تكون اوضح، هاي البوزيشن الاول اللي بيكون من 2 to 3 minutes، بيكون على اللاينج بوزيشن with elevated leg، بيكون رافع رجليه، بيكون على حاجه طبعا بيكون حاجه سبورتد مسنود على شيء معين. البوزيشن الثاني هي على الايدج اوف ذا بيد والليجز ريلاكسد، وبيبدا يحرك الفيت هاي زي ما هو يرافع رجله هان وهنا منزل الفيت الفوت تبعته، فاشي بدا يحرك الفيت ويحرك التوز. وهذا البوزيشن الاخير اللي هو بيكون لاينج بوزيشن بحيث انه يعطي له بيد ريست. طبعا البيرسونز وذ فينوس انسفيشنسي شود بي elevated their leg above the level of the heart، يعني احنا لازم نكون عارفين انه احنا في فرق ما بين الارتيريال انسفيشنسي والفينوس انسفيشنسي. يعني اللي عنده مشاكل في الارتيريال الكير تبعه غير عن اللي بيكون في عنده فينوس انسفيشنسي. فهو بيقول لي دائما الفينوس انسفيشنسي زي مثلا الفاريكوز فين الدوالي، مثلا هذه فينوس انسفيشنسي دوالي القدم، هذه فينوس انسفيشنسي، بنقول دائما مشاكل الفينوس بيكون عندي دائما رافع اللي هو الليجز، دائما يكون عندي elevated legs، رجليه دائما مرفوعين.
فبقول لي انه elevated their legs above the level of the heart بحيث انه ما يصيرش في عندي stagnation او pooling، ما يتجمعش الدم في اللور limbs بحيث انه يصير لها رجوع. فبيقول لي انه and should avoiding standing، لازم ما يقفش ما يكونش في عندي standing and sitting position because problem worse، يعني ما يروحش لا على standing ولا على sitting position بحيث انه البروبلم ما يصيرش الها وورس، ما تزدادش الها الورس. فدائما اللور ليمب اديما عاده بتكون من الفينس، فدائما بنقول له ايش، خلينا انها elevated للليجز، دائما نخلي رجليه مرفوعين، فبالتالي هذه مشكلتها بتكون للمرضى الفينس انسفشنس. اما الارتيريال غير مختلف، ممكن الارتيريال العادي يكون يعمل ستاندنج او سيتنج بوزيشن ولكن باكسرسايزز مختلفة. الاكسرسايز will be contraindicated، يعني يبقى الاصل هذا انه الاكسرسايز للارتيريال، الفينوس غير مختلف، قلنا الفينوس ما ينفعش يكون في عندي انه اللاينج او الفيتس او الليجز تكون طبعا ريلاكسد، انما هو لازم يكون elevated للور limbs، هذا مين الفينوس. الاكسرسايز will be contraindicated in case of leg ulcer، يعني بشكل عام واحد في عنده leg ulcer ما ينفعش contraindicated انه يعمل اي اكسرسايز. السيلولايتس التهابات الخلايا او جانجرين او acute thrombotic occlusion، عندي occlusion وهذا الاكلوجن كان acute حاد بثرومبس، ليش؟ لانه هذا حالات acute والacute ما ينفعش معها اعمل معها اي اكسرسايز، لانه حيزيد قلنا الميتابوليك ريت والاكسجين ديماند حيزيد لانه هو في مرحله اكيوت، فبالتالي ما ينفعش انه يعمل اي اكسرسايز. All of these cases require the patient to be in bed rest، كل الحالات هذه لازم انه المريض يكون عندي bed rest. يعني الموست كومونلي او الامبريلا الكبيره انه البيشنت اللي بيعاني من arterial insufficiency او venous insufficiency لازم يكون bed rest مع شوية exercises خفيفة بحيث إنه يحسن من السيركوليشن. نيجي للجول الثاني اللي هو promoting vasodilatation and preventing vascular compression. نحن نحسن الفازودايلاتيشن زي ما حكيت إنه الوورد promote arterial flow، الدفء اللي بيكون الحاجة دافية يعني heat بتكون بتحسن الارتيريال blood flow. Adequate clothing and warm temperature protect the patient from chilling، يعني لما يكون عندي clothing لابس كلوز ملابس جيدة وكافية وعندي warm temperature بتحمي المريض من أي chilling أو أي رعشة ممكن يعاني منها ال patient. Applying heat pad to the abdomen can cause reflex vasodilatation، يعني هو بيقول لي أنا لو أحط heat pad heating pad يعني أي أشياء أو كمادات سخنة على منطقة الأبدومين ممكن تعمل لي ريفلكس فازودايليتيشن، ريفلكس يعني تعمل لي يعني بالاتجاه العكسي، يعني تعمل لي فازودايليتيشن معاكس ان ذا اكستريميتيز، يعني هو احنا اي نعم بتحطها على الأبدومين ولكن هتعمل لي فازودايليتيشن على اللي هو منطقة، هتعمل لي فازودايليتيشن على اللي هو اللور اكستريميتيز، فهي بيكون عنها ريفلكس تعمل لي يعني شيء منعكس انه بتعمل لي فازو دايلتيشن على اللور لمبس، ف هيكون عندي فازو دايلتيشن ان ذا لور او ان ذا اكستريميتيز اند از سيفر ذان دايركت ابلكيشن، وهي اكثر امان يعني سيفر، اند دايركت ابلكيشن بيكون عندي بتوضع بشكل مباشر تو ذا افكتد اكستريميتيز، بيمكن احنا نحطها يعني تعتبر اكثر امان لما احنا نحطها عن اللي هو الافكتد اكستريميتيز. يعني اذا هو بيقول لي احنا ممكن هذه الهيتنج بادز الاشياء السخنه ان احنا نحطها على مكان ابعد من الاكستريميتيز، يعني مثلا واحد في عنده في الكالف منطقه الكالف بين في عنده مشكله في الارتيريال فيها، فممكن انا بدل ما احط على الكالف اروح احط البادز او الهيتنج بادز احطها مثلا على الفيمورال ارتري، او واحد عنده مشكله في الثاي او في البوبليتال اروح احط الهوت او الهيتنج بادز احطها على الابدومينال. فاحنا كل ما بعدنا اكتر عن مكان الافكتد على المكان اللي فيه بروبلم بيكون افضل ما انا اروح احط البادز هذه على المكان
الافكتد بشكل مباشر. انستراكت ذا بيشنت تو ستوب سموكينج، وحكينا على السموكينج ايش بيعمل، لازم يوقف السموكينج، وايضا افويد ايموشنال ابسيت اند ستريس، برضه حكينا انه الايموشنال ابسيت اند ستريس بيزود بيعمل بريفرال باز كونستريكشن. افويد كروسنج ذا ليجز، ما يحطش رجليه على بعض عشان ما يصيرش في عندي اي كومبريشن على منطقه الارتيريال في اللور اكستريميتيز، فبالتالي اتس ليدز تو فيردر فاسكولار كومبريشن، ممكن يعمل لي كومبريشن على منطقه الفاسكولار. اند اولسو افويد كونستريكتنج كلوذنج، برضه لازم نتجنب الملابس الضيقه، لانه الملابس الكونستريكتيف كلوز بتعمل على الفينوس ستيسز، بتخلي انه الفينوس يضل مكانه، ممكن ما يتحركش بشكل جيد، فبالتالي او انه ما يكونش في عندي، بتضغط على مثلا الارتيريال او على البلاد فيزلز، وبتمنع انه يصير في عندي بلاد فلو جيد، فبالتالي لازم انه نمنع اي كونستريكتنج كلوذنج، الملابس الضيقه. ريليفنج للبين، analgesics may be helpful in reducing pain، يعني ممكن البيشنت انه ياخذ انالجيزيا باي اي بغض النظر عن اي نوع من الانالجيزيا، بحيث ان هي تخفف من البين. والبين زي ما حكينا بيكون اما انه يكون كرونيك، ممكن يكون كلاودكيشن على حسب اللي هو السيفيريتي اوف ارتيريال، اللي هو ارتيريال انسفيشنسي. فازودايليتور ميديكيشن ار هيلبفول ان ريديوسينج بين، برضه لو بعض الادويه اللي بتعمل فازودايليتيشن ممكن تساعد لان هي تعمل ريديوسينج للبين، زي مثلا الانتي هايبرتنسيف دراجز ممكن اللي بتعمل فازودايليتيشن تساعد برضه في هذه، تخفف من اللي هو البين، لانه هي بتحسن البلد فلو للاكستريميتيز. البيشنت اديوكيشن، كلينلس، لازم نعلم المريض انه يكون عنده كلينلس، يحافظ على يعمل سيلف كير جيد، يعني فواش فيتس ديلي اند يوز مايلد سوب، انه دائما بشكل مستمر يعمل واشنج للفيت ويستخدم مايلد سوب، بحيث انه يحافظ على السكن، لانه قلنا من ضمن الجولز ان احنا نحافظ على السكن انتجريتي. warmth wear extra socks in cold weather، يعني لو كان الدنيا برد او في فصل الشتاء ممكن نقول انه يلبس اكسترا سوكس، يعني اللي هو الجوارب اللي بتكون بزياده يلبسها، او تكون ثيك خميله شويه، بحيث انه يحافظ انه اللور اكستريميتيز تضلها هوت وتضلها وورث، لانه في البرد بيصير عندي ويزيد الفازو كونستريكشن. السيفتي، الامان، انسبكت فيت ديلي وذ ميرور، يعني انه دائما انه يعمل فيت ديلي وذ مرور، يعني دائما يعني ينظر الى منطقة الفيت، دائما يروح على المراية ويطلع على الفوت لو فيها اي ألسر، او لو في اي تغيرات في السكن، او لو في عندي اي الكالر اتغير، فلازم انه بشكل مباشر يشوف منطقة اللور لامبس. كومفورت ميجرز يوز، طبعا ممكن بعض القياسات الراحة يستخدم مثلا الباودر ديلي بتوين ذا توز، يعني تحط بودرة، البودرة العادية مثلا زي بودرة الأطفال يحطها بتوين توز تو بروميت دراينج، بيحطها ما بين اللي هو الأقدام، بحيث إنه يحافظ إن هي تكون دراينج ناشفة، لأنه لو كانت ويت ما بين الأصابع ممكن تعمل له تكون مثلا للفطريات، وبالتالي ممكن يصير في عندي ألسر أو ألسريشن، ويصير في عندي كومبليكيشن في هذه المنطقة، هذه كلها من السكن انتاكت، إنه بيحافظ بحيث إنه يحافظ على منطقة السكن في اللور اكستريميتيز. بريفنت كونستراكشن اوف بلاد فيزلز، برضو احنا نمنع ان يكون عندي اي كونستراكشن للبلاد فيزلز، دونت كروس ليجز، يعني ما يكونش في عندي اي ضغط على منطقه البلاد فيزلز، زي ما حكينا انه ما يكونش في عندي كروس ليجز، ما يحطش رجليه على بعض، يعني لو بده مثلا يعمل سليبنج ما يكونش ينام على اللاترال بوزيشن والتو ثاي فوق بعض، بحيث انه يحط مثلا فاصل فيما بينهم. اند كوايت سموكينج، وحتى نقول انه سيز سموكينج، ما يكونش في عندنا اي سموكينج بالمره، لا البيشنت ما يعملش اي سي سي، ما فيش اي اي توباكو. اكسرسايز، برضه ممكن نقول انه يعمل بعض الاكسرسايز، بارتيسيبيشن ان ريجولار ووكينج اكسرسايز، يتمشى، يعمل شويه مشي
على حسب قلنا الكيس، على حسب كان الووكينج ما بيعملوش بين، ولو هو طبعا مش في الأكيوت فيز، ما دخلش في مرحلة حرجة. آخر سلايدز بيقول لي إيش الكاركترستكس اوف ارتيريال اند فينوس انسفشن. حكينا احنا الكير تاع الارتيريال والفينوس انسفشنسي مختلف، يعني في اختلاف حتى في الساينز والسيمتومز. هذا كله حناخده في التفصيل وهنمر عليه كله لما ندرس كل ديس اوردر على حدة. يعني بيقول لي البين دائما لو كان ارتيريال بيكون انترميتنت اكلوديكيشن تو شارب، يعني بيكون الالم متقطع وممكن يكون شارب، يصير شارب، يصير فيري بينفول. لو كانت الكونستريكشن زادت فبالتالي بيدخل في انه يكون عندي فيري بينفول. لكن الفينوس بيكون كرامبنج زي شد للعضلات، اكينج زي الم في المسلز. مينيمال بين بيكون البين اخف من الارتيريال. البلس لانه ارتري والارتري هو البلس بيكون diminished or absence، ما فيش عندي بلس. لو كان عندي مثلا اوكلوجن ستينوسز ناروينج في الارتري، لكن هذا ما فيش عندي مشكله في الارتري في الفينوس. فلو عملنا مثلا دوبلر فهنلاقي نسمع البلس حيكون مسموع طبيعي. السكن حيكون دراي ناشف، حيكون شيني سكن، يعني بيكون يعني رقيق هذا السكن بيكون ولامع. هنا هيكون ريدش بلو ان كلر، هيكون لونه على حمار وممكن يكون بلو مايل الى اللي هو ازرق. الالسر هنا لو كان السر بيكون ديب، هنا سوبرفيشال ديب لانه بروح على الارتري. لو صار السريشن هيوصل لمنطقه الارتيريال، لكن هنا لو كان بيكون سوبرفيشال لانه الفينوس دائما بيكون سوبرفيشال. الاوديما عاده بيكون مينيمال، هنا مودريت تو سيفير، هنا بتكون اكثر الاديمه. عشان هيك دائما احنا مشاكل الفينوس بنلاقي عندها الاديمه اول ساينس سيمتوس بنلاقيها، واكثر شيء بنلاقيهم عندهم اللي هي الاديمه، لانه كل فلويدز تتجمع في منطقات بصيرها كوليكشن، يعني الكوليكشن للفلويدز كله او البلاد بيصير في الفينوس، فبالتالي بصير عندي كوليكشن للبلادز اكثر، فبالتالي بيصير في عندي زياده في الفلويدز، فبكون بيدخل في اديمه. لكن هذا الاديمه ما بتكونش كثيره، هو اكثر شيء هو البين في الارتيريال اللي بيكون بيعانوا منها البيشنتس. لكن هنا الاديمه مش هتكون كتيره لانه دائما البلد في الارتيريال بيكون يعني ما بيكونش له ستاجنيشن، ما بيتجمعش، بيضله متحرك بشكل مستمر، بعكس الفينوس بيصير للبلد له ستاجنيشن وبالتالي فرصه انه يتكون اديمه اكثر من الارتيريال. المحاضرة القادمة هندخل على أول disorders من الـ vascular disorders ألا وهو الـ arteriosclerosis and atherosclerosis، والله يعطيكم العافية.